مش هنبدأ فيه؟ تعطينا الفقرات بس أول شيء. طبعا هي كوب كيك جاهز. طبعا أدوات تزيين الكيك كاملة جميع الألوان حلو. موجودة هنا. أيضا بعد تزيين كيك ثواني بس فول بلاستيك. طبعا عندك توت مجفف. اليوم راح نبدا بس فقرتنا مع لينا. اليوم ما شاء الله عندنا الروضه في بنوتات ما شاء الله البنات واجدين ما ندري كل شويه انا لاحقهم في زاويه. طيب حنبدا الفقره حقت لينا والطبخه اللي معانا اليوم. طيب اول حاجه ايش نسوي؟ طبعا اول شيء لينا في مستعده معاي نبدا؟ سلمي على ماما كيف حالك قولي لها تسمعني؟ اي تسمعك. يلا ماما يلا ليولا قولي بسم الله توكلت على الله. يلا قولي بسم الله ونبدا باول فقره. يلا اول مقادير اقصد. طبعا اول شيء ماما تاخذين الكريم كراميل البخار. حلو ايوه ايه ايش يا سلام. بعدين ها حلو بعدين ايش نسوي فيه؟ بخينا على راس الكيكه. طيب بعد اول شيء نحط هذه صح نحط الكيك هنا صح؟ نحط الكيك هنا وانا حبخلها بس لانه كذا طريقه صحيحه. ايوه بس تضغط عليها شوي ضغطه خفيفه. طيب ايوه تحطينها جوا الصحن واضغطي على اضغطي على الرشاش. ايوه ضغطه خفيفه هالطريقه؟ ايوه جميل. طيب بسم الله يلا انت زبطيها كذا بعدين بس. طيب حنبدأ الآن نسويها بهذه الطريقة. أيوة بعدين الكل نفس الطريقة. ايه الكل نفس الطريقة طبعا على الوجه بس. حلو بعدين نحط التوت المجفف. ايوه وين نحط التوت؟ التوت في الوسط وسط الكراميل. طيب يلا ها زيني. وهذه شو يسمون الاكسسوارات هذه حقت الكيكة ما ادري يسمونها اكسسوارات. اي اي ادوات تزيين. حلو وبعدين يسمى اكسسوارات. طيب ادوات تزيين. طيب طبعا جميع الالوان اذا تحطوا الطريقه اللي تحبونها يعني. طيب اذا انتم حابين جميع الانواع الاطفال خاصه يحبون الالوان الملونه. يعطيك العافيه بهذه الطريقه صارت عندنا الحين مقادير حقت الكيكه. أي صح ايوه اي بعدين رش في الوجه اللي هو تزيين من كل صنف شوي. سمي ان شاء الله ان شاء الله. حلو ممتازة الله يعطيك العافية. خلاص احنا راح نكمل الطبخة ان شاء الله تستمتعين في طبخة حلوة ان شاء الله. الله يعافيك. يلا شكرا شكرا ملينا يعطيك العافية. راح نبدأ اختراعاتنا اليوم. انا احب دائما اخترع في المطبخ فحنا بنسوي اليوم طبخة جديدة بما ان اليوم لينا. يا سلام عليك. شوفي انا بسوي انا وياك طبخة لينا يعني بالشوكليتة. لحظة لا انا ابغى كذا خلي كذا بس بدون فراوله. هذه بدون فراوله خلي هذه بدون فراوله. إيه يلا حطي لي اياها بس انت في الاكواب وظبطيها لي وانا اضبط لك الموضوع. ما عليك. حطي لي اياها كلها تلف الصحون كلها. السلام عليك. طيب طيب لينا وانت تصلحين اعطينا نشوده من عندك. يلا نشوده في بابا حفظتها بس انساها دائما. اي نشوده نسيت والله. طيب سولفي وش موضوع قصه صارت لك موقف طريف؟ قصه؟ ها؟ قصه؟ اي قصة صارت. ايه يلا قصة صارت من زمان قديمة. وش هي؟ خليك واقفة تعالي هنا بس. وش القصة؟ دخل علينا فار في بيت خوالي. شلون؟ دخل علينا فار في بيت خوالي. دخل عليكم فار في بيت خوالك. حلو بس ما شفته لونه اسود لونه ابيض بس خاله الله يحفظه الله يحفظه كان مسافر الحين. الله بعدين راح لما جاب المكنسة موته. لا معليش موت ال آه.
بالفعل. حلو. وبعدين صار؟ بس. هذا موقف يعني. إيه. وش المواقف الثانية؟ قال لنا ابعدوا عشان ما الفار. عشان إيش؟ عشان الفار ما يجينا. عشان الفار ما يجيكم. وبعدين صار؟ الفار يخوف كبير. بعد. نحطها. وش سويتي أنتي طيب؟ ها؟ سويتي بعدين أنتي؟ أنا ما خفت. كنت باجي بس عيب. عيب. ناوية تلحقينا؟ إيه. شلون إذا لحقتي إيش بتسوين؟ بنطلع علي أباكل علي. أحب الفيران. ها؟ أحب الفيران. تأكلين فيران؟ لا أحبها. شو أحسب تبين باكلها؟ صغيرة تجنن. قصك إنها مسترات يعني؟ الأنسة والفار. قد شفت فار. يعني شفتيه كثير أنتي؟ إيه. شلون؟ مو كثير يعد مرة، شوي. طيب وش الموقف الثاني صار لك يعني؟ والله ما أذكر. ها؟ ما أذكر. أتوقع بس. شلون؟ بس هذا اللي صار يعني معك؟ إيه. طيب يلا خلينا أسمي هذا، خلينا نزين الحين هذه بالطريقة اللي حنا ناسبين. شوف البنات اليوم بياكلون كيك مرة جميل. بس ده ما استخدمناه. ها؟ يلا استخدمي كله. الحين خالاتي ناظروني. ها؟ خالاتي ناظروني. هم قالوا بيناظرونك خالاتك؟ ايه. شو تقولي لهم طيب؟ قالوا لي لوحين قولوا لنا كذا. لوحينا؟ قولوا كذا. قولي لهم طيب. اسمك كلمة. ريما. كلهم طيب اسمهم ريما. ملعب انت يا امي. خلاص اوكي يلا جي. شوي. اجلس هناك يلا هناك. طيب اليوم حنا في هالطبخة اللي مرة جميلة ما شاء الله. معليش اوكي احلى شيء. ان شاء الله ابشري. يلا. ان شاء الله ابشري ان شاء الله يلا ما بعد شوكولاته يلا وش الطبخة هذه؟ هذه كيك. اجلس هناك ترى مو بجالس ما راح نعطيه كيكة. ليش؟ يلا اجلس هناك يلا. الله حلوة. طيب بعدين وش المواقف الثانية غير اللي قلتيها؟ ما ادري يعني مثلا موقف حلو كان عندكم. وش الموقف الحلو كان عندكم؟ الحلو؟ ها؟ الحلو؟ ها؟ الحلو ان خالي كل مرة رجع بالسلامة. شلون؟ الموقف الحلو ان خالي رجع بالسلامة. ما شاء الله حلو الحمد لله سلامته. بس سافر من جديد. عند الدراسة. يعني رجع بالسلامة وبعدين سافر ها؟ ايه. جدتك تتابعك الحين؟ ايه. وش تقولين لها؟ جدتي. ها؟ أقولها جدتي بس. تقولين لها؟ جدتي. ما شاء الله عليك السلام عليك. يلا تعالي عشان نشوف الطبخة اليوم اللي سويناها مع المبدعة شو اسمك؟ لينا الجمهور. نحط لهذه هنا؟ إيه عادي كيفك. يعني مع لينا الجمهور اليوم طبخة جدا جميلة ومميزة. يقطر. إيه عادي. خذي هذا امسكي كذا. امسكي يلا عشان نودي البنات ياكلون يلا تفضلي. هذه الطبخه اليوم من لينا الجمهور ما شاء الله طبخه مره جميله مره مميزه. ها يلا تطبخين انتي في البيت؟ ايه. شو تسوين؟ اسوي دايما قدامي. بس
بص حبة 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 يا الله. في في واجد في واجد هنا فيها في في كثير في كثير يلا. ممكن أخذ. يلا. Happy birthday to you. حلو. يا. لا. لا. خبت الحفلة. خبت الكيك وش الحفلة يا بنتي؟ ضاري ملقة. لا قلنا شيء بق. وش هالحلبة؟ أنا بنفخ شمعتي. أنا شمعتي وردية. يا بنات. أنا شمعتي خضراء. واجد بيجيب ذا شم ولاعة. إيه صدق. جيبي هذا. دورة. أنا. نفخت المرة. خذي هذه. ها ها ها. ييه. جيب الصختي. وش هذا؟ حوت لا تحط المشمعة مرة. أنا شايف اللصقة ما أعرفه وين بعدين أكل اللصقة بس بأخذني شمعة. أصابعي صارت أصابع جني. ياه استدمعت ليه طبخة غير محروفة من إيه بي؟ انت جالسين انت جالسين يلا انت جالسين بملعقة ملعقة في تحت توت توت يلا والله عطوني يما يلا ملعقة حمرين هاو يا انا ما ابي اعطيني وين ملعقة ابغى ملعقة وين يا ربي يا ربي يا ربي مكان رنج يا عمري مكان رنج حرام والله تاكل صغيرة وسختوني مرحبا ممكن يا مرحبا كلها تاكل شوف اصابعي تعالي تعالي خذها لا جددت راسي تعالي خذها ما ابغى ما تبي ايش؟ لا سكر ابغى ملعقة شمعة بقول لهم شمعة شكل وجه مرة أبي واحد جديد بقول لهم شمعة طيب أقول واحد جديد شمعة خلصتوا في مسابقة هنا هذي شمعة شمعة أنا طيب هنا معنا لعبتين مقدمينها اليوم ذكرني أستاذ فيصل بس من الشباب إيش اسمهم؟ اسمهم؟ بنياته حسابهم طالع الحين في عن طريق الشاشه اللي جالسين يلا بالدور كلكم بالدور بعد بزبنا جوالي طيب يلا اجلسوا ايش الجمهور ولا لنا؟ ها؟ ايه للجمهور للجمهور شوف يلا ليه؟ استريحوا يلا استريحوا عندنا هذه مقدمه من ها؟ بنياته طيب هذا شيء مقدم من بنياته هو الارنوبي هذا اللي راح شو اسمه ارنوبي ارنوبي لابس بطاطس يلا اجلسوا ارنوبي لابس بطاطس وفي سانتا كل واحده تيجي طبعا طريقه المسابقه او لحظه يا رند لا لا هاتي هاتي طريقه اللعبه هنا كل واحده من الضيوف اللي جايين معنا اليوم تدخل يدها وتشوف ايش راح يعني تكسب معنا في هذا الشيء تعالي لينا يلا يلا دخل يدك هنا او اي مكان يلا وش دخل يدك بسرعه دخل يدك شوي 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 خلاص يلا يلا طيب الضيوف الضيوف بعدين انتم الضيوف اول شيء يلا الضيوف اجلسوا يلا يلا الله جالسين اللي جالسين يلا اللي جالسين يلا تعالوا يا جماعة يلا بسرعة لا تنظري بسرعة واحد يدها غمض عينك وادخل يدها يلا بسرعة ايوه يلا يلا اجلسوا ها يلا. يلا لحظة انت خلاص جنى قاعد يلا انت خدتي خلاص اجلسي تعالي 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 هنا هنا اختاري يلا اختاري خلاص اختاري واحدة يلا بسم الله عليك الله
اللي جالسين، اللي جالسين يلا. ها؟